قتل 5 أشخاص وجرح عدد آخر في غارات لطيران النظام السوري على حيي القاطرجي وقاضي عسكر شرق مدينة حلب وفق مصادر محلية وطبية. كما قصف الطيران مناطق في بلدتي كفر حمراء وحريتان بريف حلب الشمالي دون أنباء عن إصابات. وألقى الطيران المروحي برميلين متفجرين على مناطق في بلدة معارة الأرتيق بريف حلب الغربي. كذلك دارت بعد منتصف ليل أمس اشتباكات بين قوات المعارضة وتنظيم الدولة الإسلامية في محيط قرية الوحشية بريف حلب الشمالي.